بسمة لاي صوت الجهاد. عملية الطعن البارحة في ساحة باردو وشنو أحكيوا عليه المحيطين به في حيوة. منفذ العملية اسمه زياد بن محمد بن سالم الغريبي، الكنية نتاعو زياد أبو زيد، مولود في 1992 ومتحصل على الإجازة في الشبكات الإعلامية سنة 2016. أصيل جهة حي التضامن، قام بطعن عون أمن على مستوى رقبته، تم على إثرها نقله إلى مستشفى الرابطة ونخضع إلى عملية جراحية، كما أصيب عون آخر قبل ما تتم عملية السيطرة على منفذ العملية والقبض عليها. وللعودة على التفاصيل اللي سبقت تنفيذ العملية، تحولنا الحومة زياد منفذ العملية في حي 18 جانفي من معتمدية التضامن. زياد فق كالعادة مع الخمسة بتاع الصباح، وقصد كما كل يوم جامع عون الله وين صلى الصبح ثم رجع للدار. حسب الأبحاث الأولية بأنه منفذ العملية ارتاح شوية، ومن بعد هز سكينة وخباها في حويجه، ثم عاود خرج من الدار مع السبعة متاع الصباحة. وللتنقل منفذ العملية اركب في الكار تروادي اللي تهز الباردو مكان تنفيذ عمليته الإجرامية. في التحقيق اللي أجريناه مع جيران منفذ العملية، أكدوا أنه في المدة الأخيرة تبدلت تصرفاته ولا منزوي على نفسه وقليل الحديث. كان يسلم ويفادلك هاي من بعد تحس وتحاول مش كما العادة، تحس بشوي بشوي قاعد يتبدل ويزوي على رقم. نعم بوزينة كنسيس حتى يفادك أنا ثم مشكون قاعد بعد ولا حتى السلام يرجع فيها من دركي فيها، تحس عامل عليك مزية يحس فيك ما رأى موطن عاد تقعد فصلاح ديما فصلاحهم نهار كامل يعديه في قصتاحهم ما يمشي ما عنده حتى بلاصة يمشي لها يمشي للجامع سيقه مضروبة. كما أكد جيران زيادة أنه ولا يصلي بعد واظب على أداء واجباته الدينية. هما طبيعتهم أنا كما نقولهم دوبي دوب روحي، فما فرق بين إنسان كما نقولوا واحد مثلا كان يخالط وبعد فما إنسان فجأة جبد روحه من الناس الكل، هذيك تعطي مؤشرات. أما الولد ذا أنا بالرسمي معناها كما نقولوا الناس الكل أنا طول أحكي لك معناها الناس شوكي منه. كما كنا نشوفوا سي مختار في التقرير، إذا منفذ العملية ما عندوش سوابق عدلية، متخرج من الجامعة، كيفاش